هذيك الفلوس كنت باش نشري الدار، الدار قالوا لي 24 دمين صافي، مشيت ديرك خلاص 24 دمين يوم البنك، وعندي الريسيبو ديالو وكلشي ديالو. قال لي والله ما نتينا اللي قلت لهم فلوس، ما يا اخي ما عارفين عليا والو، يا نتينا اللي عارف عليا كلشي. ديك مشات له 24 مليون صعيبه بالنسبه لينا حنايا، حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، ما كنطلبوا شي التعاونه ولا طلبوا، كنطلبوا انا ديك الشخص يشوفونا ويشوفوا حالتنا، رجعوا يرزق ولد ولد مسكين. رصدوا على مار والله العظيم، فهمتي حتى الناس هما قال الناس كتشوف المستقبل ديالك مشى له، قلتي شحال قلتي لنا كتجري كتجري من الخبز على 24 ساعه ما كتنعش. ساكن هو في مسنانه، كيجي تسخرنا وخدام في واحد الفيلا هنايا قدامي، كيجي تسخر من عندي واحد شويش وقف من الخدمه قال لي نعاونك، قلت له مرحبا فهمت، عملت فيه واحد الثقه معايا في رمضان، في رمضان بالضبط يلا دخل شي رمضان شي ثلاث ايام. يعني واخا كنت كتخلي فلوس حدا، واخا خلي فلوس حدا، واخا كنت كتجبر فلوس ناقصين ما كان فهمتي، كنت تايق في عمي واحد الثقه فيه زعما ماشي عاديه. اي أيوة والله هذيك الفلوس كنت باش نشري الدار، باش الدار قالوا لي 24 مليون صافي، مشيت ديرك خلاص 24 مليون من البنك، وعندي الريسيبو ديالو وكلشي ديالو. ايوا فين اللي جبتيها؟ فين نزلتي فلوس؟ ملي جبت فلوس كانوا عندي فلوس الموتور، موتور هو بغا يتسخى لي به واحد شويه، زولت انا ديك فلوس من الموتور هو كاع ما شاف ليش عندي تما، انا وزيت هذوك الفلوس ونزلتهم من رافاينه. نزلت هذوك الفلوس ونزلتهم من رافاينه. ايوا هو عاقب شي حاجه سمعني، كنهضر في التليفون مع نسيبه بدا كيقول هو بميساجات كيدق كيهضر. انا كنهضر بالتليفون وهو كيهضر بميساجات كيسرد لهم من اخرين ديك المافيا ديالو. قلت له، قلت له عندي فلوس، عندي 24، هو عارف عليا كلشي سمعني وفهمتي، هو اللي عامل فيه. واش كتعاود له سينا؟ كنعاود له بس كنعاود مثلا عندي واحد البركه عندي. كيسمعني هو عارفه، هو كلشي عارف عليا، صب عليا بس خلاص يوم الاثنين ثلاثه في الصباح صبحت ما جبرتي فلوس، مشيت للموتور كنجبر الموتور نطرطق. فاش من جا اللي سرقوا؟ قلت له سرقوني في مسنان. مشيت عنده خدام معايا انا، انا كنوصلوا بالليل كنوصلوا كنرجع بحالي. هذاك النهار هذاك قال لي واحد تبات معايا، تبات معايا شبر موتور وهزو خشا فوسط المحل. قلت له، قلت له عندي فلوس في الموتور فهمت، واحد شويه سمح فيا وتمشى عند الدراري صحابو حيت هما عنده واحد الصاله واحد بيت ياخرين دخل عنده من داخل سمح فيا ومشى عنده بدا كيهضر معاه، واحد شويه جا عندي بدا كيجلس، واحد شويه ياخرين كانوا ناعسين واحد شويه ناض، ناض واحد بقى جالس معايا بقى كيشوف في تصادم من هذاك الشيء مزيان. ايوا صافي نعاسنا بات سمعه. ومعايا واحد الدري كان تما يا خو، ما هذاك ما ادانيش واحد، كنا خمسه بينا حنايا تما، واحد هو باقي كاين، هبطو شهد كلشي قالوا شني كاين وشني كاين. نوض في الصباح ما جبرتي فلوس صافي، هذاك العايش جبرتو باقي ناعس، وزيتو ديتو نكون مساري. قلت له هذا هو اللي عارف عليا كلشي، ما يا اخي ما عارفينش عندي فلوس، دائما كنعس ما كتكون جوج ثلاثه من هنا حتى شي واحد ما عارف. هاك هو عارف هذاك النهار 24 مليون كان يعمل الحساب ديالو معايا. يعني هو تفهم مع ديك الدراري، تفهم مع ديك الدراري صدقت هما من واحد خواوي. من عس نصف الصباح جبرتي الموتور مطرطق، هضرت معايا قال لي والله ما انا قلت له تينا اللي قلت لهم فلوس، ما يا اخي ما عارفين عليا والو، يا انا تينا اللي عارف عليا كلشي صافي، ما يا اخي بعادين عليا هما كيقربوا عندي المحل وما عارفيني حتى شي حاجه. انا الاجراءات انا عرفتهم من الكاميرا ديالهم، عرفتهم انا ما كنخليهمش يدوروا بيا. هاد الدراري هادو موجده ثلاثة بهم، ثلاثة بهم ولا تحاومتهم بعطيتهم هما، باقي مشبر هذاك السيد. اعترف لهم كل شيء، قالوا ما انا اللي انا اعترف، قالوا ما انا اللي قلت، قالوا ما انا كنت سكران وما فطنتش شنو كنت كنقول، وما كاين لا سكران لا والو يتخبى فيها وصافي. يعني حنا كنا خدامين هنا، شدينا الحانوت ومشينا في حالنا صافي، شدينا مع الجوج دالين صافي غير نوصلوا ندي المحل ديالو وانا نرجع بحالي للدار. خصنا رزقنا ديالنا يرجعنا وفهمتي، انا تهرس مره انا وديك البركه اللي كانت عندي في الصغر ديالي وانا كنجمع فيها بدرهم درهم. مجوج ولا باقي؟ باقي قلنا نعملوا شي حاجه ان شاء الله، يلا نشري الدار وكذا ونعملوا مستقبل راسنا. ايوا جو فرعنا فرح قصدهم على مار والله العظيم، فهمتي حتى الناس هما قال الناس كتشوف المستقبل ديالك مشى له، قلتي شحال قلتي كتجري من الخبز على 24 ساعه ما كتنعش. دابا 24 مليون شحال تقريبا اخي عبد الواحد؟ راه الصغر ديالي كامله وانا كنجمع فيها هذه الصور ديالي كامله وانا جاري مورا كنعاشي. ما كنعاش كان كتخدم يخدم الليل والنهار، الليل والنهار وانا كنخدم فيه. خي حنايا كان باقي له والو يعمل العرس ديالو، وجبنا لواحد بنت الناس، وكان ديك النهار هذا كان ماشي تكات مع السيد وباقي ما دركش، يعني فلوس يجي يخبعهم باقي ما دركش، باقي ما باقي ما دركش، ما عملوش حتى يومين باش يدرك باش يجي يخبعهم.
المهم ديك الساعه هو جا قال لي اختي عيط ماما مسكين عيطنا في الصباح قالنا اختي شنو مشينا انا وماما ومشينا لكم كوماسري الدائره ديال 11 ديال المسنانه مشينا تما المهم بقينا نهار كامل تما وهبطونا كوماسري السونترا وياخر بقى يومين هو كيضربوا فيه حتى 3 ايام عاد سقر راسه. الحاله ديالنا زعما الصراحه ما كناكلو ما كنشربو خوتي عاوتا هما لا اله الا الله وحنا ما كنطلبوا والو كنطلبوا الحق دخاي ورزقو وحنا كدا كانوا هما كيشوفونا ويشوفوا حالتنا وحال دخاي زعما حنا يسمحوا لهم رجعوا له غير رزقو وحنا يسامحين لهم الدنيا والاخره ما خصنا ما عندنا ما نقيو بالحفز ديالو حنا خصنا يجيبوا له رزق دخا يضيعوا مليون جوج مليون الله يسامع اللي باقي انا كنتمنى يكونوا كيشوفوا ويجي يرجعوا فلوس حنا بدنا نعملوا التنازل وحنا الحفز ديالو معنا ما ندير به صراحه انما حنا النعاس ما كنشوفوه الماكله ما كنشوفوها وكنشوفوا حاله دخا يعني لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل يما مريضه حتى هي مسكينه حنا الحاله ديالنا وعلى الوالد ديالي مريض يعني لا اله الا الله وكنتمنى يا ربي يكونوا كيشوفوني وعائلتهم كيشوفونا وما عارفين والدين ديالهم شكون هما كنتمنى يشوفوا حالتنا ويجيو عنا ويواجهونا ويجيبوا والدين يجيبوا ولادهم يتقدموا بنا يجيو عنا يعطيونا غير رزق وما خصنا منهم والو ما عندنا ما نديروا بالحبس ديالهم جيبوا لنا فلوس حنا يسامحوا لهم الدنيا والاخره جيبوا له رزق دلود حتى هو مسكين لا اله الا تهرس هو مسكين زعما حياته كامله هو بيع وشرا كيبيع مواد غذائيه حياته كامله هو كيبيع فيها ديك البركه مسكين شبره ماشي تكاتب مع السيد راه هو السيده وقبلتي مسكينه هو اللي كنعيط تكاتب معاه السكينه ديالو وكان مسكين يلاه كان يفرح براسو دابا ديك الجواج وريسي راسو مع وليداتو فهمت حنا بدو فرحنا له ولكن تما شنو وقع له جائحه مسكينه حنا بدنا لا حول ولا حنا بدنا صدمنا صراحه صدمنا ماشي سهله 24 مليون الاخ ديالك عاد تمشي له هو شحال هو حياته كامله هو كيبنيها كيبيع بطيط المواد الغذائيه هي الخضره كيجمع فيها حياته كامله من الطفوله ديالو هو كيبيع ويشري في خضره ولا اله الا الله جاب ربي جاب لنا الواحد بنت الناس عاير السي راسو جوج ماشي تكاتب السكينه ديالو صافي عاد تكاتب ديك السكينه ديالو غنعملوا له نحدوا له النهار ديالو العرس ديالو لاخرتينا كتشوف حسبي الله ونعم الوكيل حسبي كما هرسونا الله يجعل ربي هرسهم في هاد العواشر وحنا ما كنطلبوا ما خصناش الحفس ديالهم حنايا خصنا يجيبوا الحق دخاي رزقو يرجعوا له حنا عندنا ما نديروا بالحفس ديالو يجيبوا له رزق دخاي وحنا يسامحوا لهم الدنيا والاخره كما النعاس ما كنشوفوش خصنا نشوفوا ديك رزق دخا يشوفوه بعيننا باش حنا نقدو النفسيه ديالنا نرتحو انما حنا الضغط علينا ماكله ما كناكلوش خوتي عاو ساكته هما في الدير ديالهم مترشين دابا وساعه منظره ماشي سهل الله يحسنها وحنا نعس ما كنشوفوش وكاملين عندي الوالد ديالي مريض حتى هو مسكين زادو مرطوه ماشي سهله انما تسمع اخ ديالك مشات له 24 مليون صعيبه بالنسبه لينا حنا ما كنطلبو حتى شي حاجه ما كنطلبوش التعاوينه ولا طلبو كنطلبو انا ديك الشخص يشوفونا ويشوفوا حالتنا رجعوا يرزق ولد مسكين يعوض له حياته دابا وتا هو مسكين ماشي في وعي ديالو تا هو حاله ديالو لا اله الا الله ولكن حنايا كنصبروه وربي معاه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.